سبحان الله، هذا الدين الجميل لا ينفصل عن هذه الدنيا التي نعيشها، فهي تكامل. الأخلاق والتعامل مع البشر وغيرها من الأشياء الأخرى كلها مترابطة في هذه الحياة. واليوم ما أن اللقاء درسنا بعد صلاة العصر القصير نوعا ما، فراح أخذ إن شاء الله فقط مهارتين نتكلم عنهم، كيف ممكن نطبق هذه المهارات في حياتنا اليومية. المؤمن في هذه الحياة مثل الطائر، الطائر لا يحلق إلا بجناحين، جناح تسمى الشعائر، العبادات الشعائرية، الصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج، هذه شعائر. وتعامل الجناح الآخر، كيف نعامل البشر، هل يؤثر صلاتي، هل تؤثر على تعاملي مع الناس، القرآن الذي أقرأه هل يؤثر على تعاملي مع الناس. فإذا كان هذا يكمل هذا فالطائر يطير ويحلق ويتفنن في الطيران، ولكن إذا كان يصلي ويصوم ويتصدق ولكن تعامله مع البشر تعامل سيء، مخاصم هذا ومنازع هذا ومضارب هذا، ويوم تشوف وجهه ما تشوفه أبدا مبتسم في هذه الحياة، ودائما زعلان ودائما متدمر، فتقول سبحان الله أين أثر هذا الدين في ذلك الإنسان، لأن هذا الدين له أثر. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا لم يرى الله عز وجل أثر هذه النعمة، وأكبر نعمة نعمة الإسلام، الإسلام نعمة وصلت لنا بلا حول ولا قوة منا، هذه النعمة إذا لم يظهر أثرها علينا كبشر فنسأل نفسنا سؤال كبير جدا، لماذا لم تظهر هذه النعمة أثرها علينا؟ الرجل مع زوجته هل تظهر هذه النعمة؟ هل تعامل مع زوجته تعامل؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هل ذا كله متحقق في الزواج؟ هل المودة موجودة؟ هل الرحمة موجودة؟ سؤال. أنت تقرأ هذه الآية الكريمة، عندما تقرأ هذه الآية الكريمة تسأل نفسك سؤال، هل هذه الآية تنطبق علي كتعامل؟ لأن دين ودنيا، دين آية قرآنية ودنيا واقعنا عيشة مع هذه الآية. أيضا قس على ذلك، يعني الله عز وجل حسب اطلاعي البسيط المتواضع فقط في الآن نبدأ المهارات. أول مهارة نبدأها مهارة إنصاف الناس، هذه مهارة. البعض يقول لي هذه ما مهارة، كل الناس، بالعكس مطلوب مننا ننصف الناس. أي شيء يا أخواني في هذه الحياة، أي شيء لا يستطيع كل البشر القيام به فهذه مهارة، يعني ما كل الناس قادرة تقوم به. حتى الابتسامة، ما كل الناس مبتسمة، اللي يبتسم نعتبر مهارة، اعتبر فن. حتى الإنصات، وهذا نتكلم عنها في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى، لكن اليوم بس فقط أخذ مهارتين. فلاحظوا معي، الله عز وجل فقط أتوقع في سورتين فقط بدأ بويل، ويل، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، وفي اثنينهم باثنينهم لهم علاقة بالبشر. ويل المطففين لها علاقة بأموال الناس، لأن قرأنا هذه الآية دين. طيب دنيا، هل نحن نحافظ على أموال الناس؟ هل نحن نحرص على أموال الناس؟ هل وهل؟ ويل لكل همزة لمزة، أعراض الناس، نتكلم في أعراض الناس، هذه آية دين. دنيا، كيف نطبق هذه الآية في هذه الحياة؟ ففن التعامل مع الناس، مع البشر، أساس التعامل مع الناس هو حسن الظن بالناس، هذا أساس التعامل. يعني الآن أنا جاي معكم جامع الشريجة مثلا، أنا الأساس أني أحسن الظن فيكم كلكم، بينكم أنتم مرحبين فيني في هذا الجامع، فرحانين أني أنا جاي معكم على المحاضرة مثلا، ما متذمرين جالسين معي الآن فيها، هذا حسن الظن، هذا الأساس. حتى تثبتوا لي عكس ذلك، إذا واحد مثلا الآن قال لي أنت مالك مطول علينا، هذا عاد يتغير الظن الآن، لكن الأساس هو حسن الظن في هذا الدين الجميل، الأساس هو حسن الظن بالناس. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلمنا درس في قصة الإسراء والمعراج، سيدنا أبو بكر الصديق يعلمنا درس حسن الظن بالناس. وكان أجمل حسن الظن بالناس كان ظن أبو بكر الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما تم إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،
وتم إعراجه للسماوات. هنا لما سمعت قريش هذا الخبر فرحت، قالت الحمد يعني قالت حصلنا شيء نستطيع أن نذهب إلى أبو بكر ونستطيع أن نحرض على صاحبه، لأن هذا كلام ما منطقي حسب معيار قريش، كفار قريش، هذا كلام ما منطقي. كيف في ليلة واحدة هو يعني يتم إسراءه إلى المسجد الأقصى في القدس ويتم إعراجه؟ هذا كلام ما منطقي حسب مقياس كفار قريش. فذهبوا إلى سيدنا أبو بكر الصديق لكي يحرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رايحين مستانسين. فقالوا له يعني تخيلوا معي المشهد، وصلوا عنده فسألوه: أسمعت ماذا قال، ماذا يقول صاحبك؟ سمعت ماذا يقول؟ قال: ماذا يقول؟ وهم يستهزئوا بكلامهم، يقول يقول بأنه تم إسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وتم إعراجه للسماوات في ليلة واحدة ورجع وعاد. يتوقع أنه سيدنا أبو بكر الصديق يعني يقول له ما منطقي هالكلام، لا، ولكن شوف الأساس، الأساس حسن الظن. لاحظوا معي هذا الجواب الجميل وهذا الجواب الرائع من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أنا أتمنى أنه يدرس، أتمنى هذا في المدارس، هذا الموقف يدرس في الجامعات، في علم الاجتماع، في علم التسويق، فن التسويق، هذا الموقف يدرس، لأن هذا موقف راقي جدا، ما أي أحد يستطيع أن يمتلك هذه المهارة. ماذا قال لهم؟ ببساطة قال لهم: أقال هذا؟ سألهم سؤال: هو قال كذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ قال تم إسراءه وتم إعراجه؟ قال نعم. قال: إذن فهو صادق. بعد ما شافه، بعد ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، بعدهم ما تلاقيه، قالهم إذن هو صادق. إحنا جايين حرضة، جايين نقلبه على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سيدنا أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، ما الذي حدث يا رسول الله؟ ما الذي حدث؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر سيدنا أبو بكر الصديق بالأحداث، فيقول: يا أبا بكر، بدأ يخبر من تم إسرائي ويخبر تفاصيل. يقال: يا أخواني، يا أخواني، يقال في كل وقفة كان يقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سيدنا أبو بكر الصديق: صدقت. وفي رواية أخرى: صدقت يا حبيبي. لذلك سمي الصديق في هذه القصة، سمي الصديق. فلاحظوا معي حسن الظن، حسن الظن، ما في جدال، أنا خلاص أنا حسن الظن بهذا الإنسان. لكن هناك فرق بين حسن الظن وبين أيضا، سامحوني على الكلمة، بين السذاجة. السذاجة هي الطيبة الزائدة، يعني تشوف أمام عينك أن هذا الإنسان محتال، تقول: لا لا لا، أنا حاضر محاضرة، أخ قال لي حسن ظن، أنا أحسن الظن. لا لا، إذا في مؤشرات عند هذا الإنسان تدل بأنه محتال، أو أنه غير ملتزم مثلا بالدين الإسلامي مثلا، أو أن في مؤشرات تبين أنه غشاش من المطففين مثلا، هنا لا، هنا ما أحسن الظن فيه دام هو بهذه المؤشرات. لأن المؤمن فطن، المؤمن فطن، الفطن يستطيع أن يتلمس هل أحسن الظن هنا ولا العكس ذلك. لكن الأساس، الأساس في هذا الدين هو الحسن الظن بالآخرين. لذلك هذه أول مهارة أردنا اليوم أن نقولها في هذا الدرس القصير، مهارة ما بين آية قرآنية وبين معاملات إنسانية.